بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. دكتور راتب، البعض يخفف مما حدث في فرنسا من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أن هذه الأمور بسيطة وتستخدم سياسيا أكثر مما يروج لها. أنت شخصيا كيف ترى هذا الأمر؟ ضوءا ساطعا يقع على رأس الهرم البشري زمرتان، الأقوياء والأنبياء. الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. والأنبياء يمدحون في غيبتهم، والأقوياء في حضرتهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. أين بطولتك أيها الإنسان أن تكون من أتباع الأنبياء لا بأتباع الأقوياء؟ وإذا كنت من أتباع الأقوياء فتخلق بأخلاق الأنبياء حتى يحبك من حولك. يا سيدي يا رسول الله، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع، يا من أعطيت القدوة وضربت المثل وعبدت الطريق، يا من كانت الرحمة موجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. أنت المخلوق الأول عند الله يا سيدي يا رسول الله، يا من كان لسان حالك يقول المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والزهد حرفتي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سيدي يا رسول الله، أشهد أن الذين بهرتهم عظمتك لمعذورون، وأن الذين افتدوك بأرواحهم لهم الرابحون. أي إيمان وأي عزم وأي مضاء، أي صدق وأي طهر وأي نقاء، أي تواضع وأي حب وأي وفاء. يوم كنت طفلا عزفت عن لهو الأطفال وعن ملاعبهم وأسمارهم، وكنت تقول لأترابك إذا دعوك إلى اللهو أنا لم أخلق لهذا. ويوم جاءتك رسالة الهدى وحملت أمانة التبليغ قلت لزوجتي خديجة وقد دعتك إلى أخذ قسط من الراحة، قلت لها انقضى عهد النوم يا خديجة. يوم فتحت مكة التي آذت وأخرجتك وكادت لك وأتمرت على قتلك، وقد ملأت راياتك رايات النصر الأفق ظافرة عزيزة، وقد قلت لخصومك بعد انتصارك عليهم وكان بإمكانك أن تلغي وجودهم، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ويوم دانت لك الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصعدت المنبر واستقبلت الناس باكيا وقلت لهم من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت من له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ولا أخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. نعم. لذلك بعد انتصاره دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها. تفضل. نعم دكتور، البعض يتحدث أن فكرة مسألة المقاطعة للمنتجات الفرنسية أو غيرها هذه مسألة لا تسمن ولا تغني من جوع، المهم حتى يقولون التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليس أكثر ولا أقل. ما رأيك فضيلة الدكتور في هذا الطرح؟ والله أنا حينما أتخلق بأخلاق النبي مع من يقدر هذا الخلق لا مانع، أما مع من هدفه المادة وحدها ولا يعبأ لا بخلق ولا بتاريخ عريق ولا بمكانة أخلاقية هنا مشكلة. لا
فلا بد من أن نكون أن نقف الموقف الذي يعبر عن ألمنا الشديد وعن حرصنا على محبة هذا النبي الكريم. مانع. وسؤال الأخير دكتور حتى لا أطيل عليك، كيف كيف نظهر حب الحب للنبي صلى الله عليه وسلم أو النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دقيقة، سؤال رائع جدا. نحن نحتفل كل عام بعيد المولد برفع الزينات وتوزيع الحلويات، أما الاحتفال بعيد المولد أن نطبق سنته، هي المنهج الصحيح. الإنسان الكائن الأول في الحياة، هذا الكائن له صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم التعليمات التشغيل والصيانة بآلة راقية جدا. فالبطولة أن نتبع سنة النبي الكريم، لأنه هو النبي قد عصمه الله بأقواله وأفعاله وإقراره، فالبطولة أن نتبع سنته. إن اتبعنا سنته قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مستحيل وألف ألف مستحيل أن نعذب ومنهج النبي في حياتنا. أما هو بالأساس أي إنسان مسلم واحد من مليارين مسلم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، أما كأمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هي وما كان الله هذا نفي الشأن. قد يقول إنسان لإنسان هل أنت جائع؟ يقول لك لا، نفى الحدث. هل أنت سارق؟ إنسان كبير يقول له ما كان لي أن أسرق. الله عز وجل يقول وما كان الله، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن نطبق سنة النبي ونعذب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.